فضيلة الشيخ في الحديث السبعين الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ما المقصود بالاكتفاء هذا الحديث حديث طويل مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل له هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يتساءلون بينهم من هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه لمرض كان فيهم، ولا يكتوون لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون لا يتشاءمون. وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون اعتمادا كليا. وعلم من قوله لا يسترقون أنهم لو قرأوا على غيرهم فلا بأس ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم، وأنه لو قرأ عليهم غيرهم بلا طلب منهم فلا بأس ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم. وكذلك من اكتوى، من كواه غيره بلا طلب منه فإنه لا يحرم هذا الثواب. وأما التطير فهو التشاؤم، قال العلماء التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بمرئي مثل أن يرى شيئا فيقع في نفسه التشاؤم، كأن يرى طيرا أسود فيقول هذا سواد يومي، كأن يرى شيئا أمامه عثر فمات فيتشاءم ويقول إن ذهبت إلى هذا الطريق حصل لي مثل ما حصل لهذا الشخص أو ما أشبه ذلك. والتشاؤم بمسموع مثل أن يسمع كلمة فيتشاءم بها، سمع كلمة النابية فتشاءم ورجع عن حاجته. والتشاؤم بالمعلوم التشاؤم بالأيام أو بالشهور كما كان أهل الجاهلية يفعلون، منهم من يتشاءم بشهر صفر، منهم من يتشاءم بشهر شوال، ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء وغير ذلك مما هو معروف من في طرق الجاهلية. فإن الطيرة من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد، وإذا رأى أن من الخير أن يفعل فليفعل ولا يهمه ما سمع ولا ما رأى، لأن الطيرة من الشرك. وأما التوكل فهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب النافعة، لأن التوكل بدون فعل الأسباب النافعة يسمى تواكلا وليس توكلا. فإن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفعل الأسباب التي تقيه. ففي غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين خوفا من السهام، وضرب الخندق على المدينة لئلا يدخلها العدو، واختفى في غار ثور 3 أيام لئلا يدركه العدو. فالأسباب النافعة فعلها لا ينافي التوكل أبدا، بل هو من مقتضى التوكل. فهذه الأوصاف الأربعة أنهم لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هي من صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن ليعلم أنه لا بد أن يكون عندهم إيمان، فلو فرضنا أن أحدا لا اتصف بهذه الصفات لكنه لا يصلي فهذا لا يدخل الجنة أبدا لا بحساب ولا بغير حساب، لأن من لا يصلي كافر ولا ينفعه
أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، وأنه يتوكل ويعتمد على الله. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. نعم.